كفاءات. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدر، استاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايهاب، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. معانا دكتور مصطفى، يعني الحقيقه البنك المركزي اتنقل نقله كبيره خلال السنوات القليله الماضيه، ويا ريت حضرتك يعني تحدثنا عن استقبال هذه النقله وهذه التطورات في العالم كله. طيب شوف يا فندم، احنا عارفين ان البنك المركزي ده هو اللي بيضع السياسه النقديه. طبعا. وطبعا هو احد اهم المؤسسات دايما في كل دوله من دول العالم. ايوه. وهو اللي بينتهج نهج طبعا السياسه النقديه، منها أي. اسعار الفايده والودائع والاقراض والقروض بالخارج. أيوه. وازاي ان هو بينسق مع السياسه الماليه او اللي هي وزاره الماليه. طبعا ليكون في انطباع داخل الدوله للتغطيه في الموازنه العامه، سواء بقى اما احنا نقترض من الخارج او بنقترض من الداخل. أيوة. بيبقى في تنسيق كده بنسميها ايه اللي هم جناحي في الوضع الاقتصادي. ايوه. من ساعه طبعا ما تولى الرئيس، وطبعا كان في عمليه اصلاح بنسميها برنامج الاصلاح الاقتصادي. أيوة. بيتخلل هذا الاصلاح عدد من الامور، منها سياسات البنك المركزي. البنك المركزي كان بيحاول دايما يطور من نفسه ليواكب العصر الكبير لعملية التطوير العالمي وأيضا المحلي. نمرة واحد، كان لازم يكون في تشريعات تصحيح يعني قوانين. نمرة اتنين، إن لازم يكون دايما هو كده كده أصلا بيكون مع تواصل مع العالم الخارجي للتنسيق مع المؤسسات الدولية العالمية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أيه. طبعا ده كان ليه؟ علشان نحصل على القروض، والمؤسسات الدولية ازاي تكون قادرة على التنسيق مع البنك المركزي. والحمد لله احنا التنسيق ده والمتابعة الدورية وحرص الحكومة والقيادة السياسية ان احنا بنطلع الصندوق دايما ان احنا في تحسن وتطور كبير. أي. طبعا تم منح مصر اكتر وان من السياسات اللي بيتخذها هذا القطاع وهذا البنك جابت نتائج جيدة على الاقتصاد، مش سياسات وخلاص عشان يرضوا يسلفونا. بالضبط كده. يعني معلش نرجع تاني، ودايما الكلمة المشهورة المؤسسات العالمية فندم، صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي، أي مؤسسة عالمية أو حتى الحكومات العالمية أي. ما بتتعاملش مع الحكومة المصرية أو أي دولة إلا لما بيكون في إطار من الحرص على مراجعة السياسات داخل الدولة دي. صحيح. ما بيسلفوناش عشان خاطر عيوننا، بيسلفونا عشان إحنا بنجتهد وبنعمل عمليات إصلاح وتطوير دايما وبرامج إصلاح اقتصادي، وبنشتغل بمنتهى البساطة يعني. علشان كده بيتم منحك قروض تقدر تنتج بيها وتسدد تاني. أنا شايف يا فندم إن في إشادة عمليات المراجعة الخارجية والداخلية وتطبيق المعايير الدولية في هذا الأمر، وفي كمان إشادة بإدارة المخاطر المالية وغير المالية، ويريد حياتك توضح لنا ده لأن هو التقييم الحقيقة والضمانات الوقائية وحاجات كتير كويسة، فعايز بس الناس تفهم معانا يعني إيه المخاطر المالية وغير المالية اللي بيشيد صندوق النقد بإدارتها في البنك المركزي المصري. طيب خلينا الاول نقول لحضرتك المراجعه اللي بتتم دي يا فندم عباره عن مراجعه ايه. اولا بيراجع السياسات اللي البنك المركزي بيتبعها، اذا كان سياسه انكماش يعني بيحاول يخلي مفيش صرف، ولا سياسه توسعيه واحنا دايما البلد تفضل شغاله. أي. لا بيشوف ان احنا الحمد لله البلد شغاله، وبعدين البنك بيعمل، البنك المركزي عندنا بيعمل سياسه مرنه. يعني ايه سياسه مرنه؟ يعني بيسلف الناس باسعار فوائد لبعض من القطاعات زي المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بسعر فايده ضئيل جدا ب 5%، وبتلاقي مثلا في القطاع العقاري في حوالي 8%، وبيدي لاصحاب الشهادات والناس اللي هي مش قادره على الاستثمار بيديها فايده مميزه بشهادات بنسميها شهادات اللي هي ال 15%، فده في تنوع في مرونة. بس عايز أسأل حضرتك هنا يا دكتور مصطفى، هل بيقدم البنك المركزي تقرير مثلا بعدد التمويلات للمشاريع الصغيرة؟ لأنه الكثير يشكو من طلب الضوابط الكبير جدا وما يؤمن دفع الأقساط، وأنه مش حاصل أنه بيقترحوا على الناس مشاريع ولا بيسوقوا المنتجات زي ما تقال، بدليل أن الرئيس نفسه
يعني حس البنك المركزي المصري والبنوك المصريه اكتر من مره على انهم يدوا للناس فلوس ويسيبوهم يعملوا المشاريع الصغيره بتاعتهم. طب شوف يا استاذ ايهاب، سؤالك ليه كذا بعد. البنك المركزي يا فندم بيخصص جزء من المال، يعني ايه خصص؟ يعني بيقول ان احنا النهارده هنضع نهج 100 مليار جنيه تمام لقطاع الصناعه تمام، اللي بيسلف يا فندم البنوك تمام، ومعلش عذرا البنوك بتسلف لازم فيه وفق ضوابط تمام. الضوابط دي النهارده هي اللي بتزيد من العمليه الانتاجيه، او ان النهارده بتعيد عمليه السؤال اللي حضرتك كنت بتساله بنربطه، زياده المخاطر. يعني مش هنقدر نهدر اموال الناس يا استاذ ايهاب. البنوك بتسلف بتسلف، بس بتسلف الناس اللي هي النهارده منتجه وبتشتغل وبتديها فترات سماح كبيره وبتتعاون معاها. بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي حضرتك بتقول عليها دي، ده ليها جهاز مختص، ودايما احنا بنراعي ان احنا نعلن عنه لو سمحت، حتى لو عندك فكره بسيطه. طب لو ما عندكش حتى فكره وما عندكش حاجه، الجأ للجهاز المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره، هيديك فكره ويتابع معاك ويديك فلوس. طب يعني انا بس يا دكتور عايز حضرتك تطمني، انا مش بتهم، انا عايزك تطمني وتقول لي ان بالفعل في 10 مليون مشروع صغير ومتناهي في الصغر مولته البنوك. يعني عايزك تطمني ان اللي بيشكو منه صغار المستثمرين ما هواش حقيقي، او على الاقل مش بنسبة 100%. لا بص حضرتك، مش بنسبة 100%، ولكن خلي بالك دايما، معلش بقى، بتوع الفلوس دايما شكايين. وخلينا كده بمنطقة البساطة، احنا بتوع الفلوس يا فندم عايز احصل على اعلى عائد وباقل مخاطرة. تمام. يعني بمنتهى البساطة، لو حضرتك النهاردة بتشتغل في البيزنس، دايما بتحاول تكون حريص جدا ان انت عايز تحصل على اعلى عائد، وده عمرها ما بتحصل. تمام. وباقل مخاطر. تمام. المخاطر دي ان انت ايه؟ تهدد عمليه اللي هي دوران الاموال. تمام. دي اللي دايما النهارده حتى صندوق النقد الدولي بيراجعها مع البنك المركزي. تمام. المخاطر اللي بيتحملها البنك المركزي في عمليه اللي بيدي قروض للناس. هل ضامن ان هي ترجع له تاني؟ اصل دي مش فلوس البنوك يا فندم. طبعا فلوس المودعين. انا فاهم طبعا، انا فاهم، ما عندناش اعتراض على الضمانات. انا بسال حضرتك من واقع خبرتك ووجودك في الشارع، هل في نوع من انواع راس المال جبان ولا ضمانات زياده فيها ومغاله فيها، ولا لا الامور ماشيه بشكل جيد وبيدعموا فعلا عدد كبير، بيمولوا عدد كبير من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر؟ طب بص يا فندم، اللي حضرتك بنقوله ده خلينا نتفق عليه، لا في مشاريع كتيره، وخلينا نقول تاني ان الدولة النهاردة بتمول مشاريع بالمليارات. اخر رقم اذكره ان وزير المالية قال انه ضخوا 70 مليار في خلال السنتين الماضيتين في مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. ليه؟ النهاردة بيحاول يوسع السوق، ولكن جائحة كورونا فندم حدت من بعض من طبعا الكورونا. طبعا ده مفهوم، اللي هي عبارة عن الصناعة، السياحة توقفت جزء كبير جدا منها، عملية التجارة فندم الخارجية وعملية التصدير والاستيراد فيها نبها جزء كبير. ولكن عايز اطمنك، خلي بالك مهم قوي معايا، ان الدولة بترعى المشروعات متناهية الصغر رعاية كبيرة جدا، لان ده مستقبل البلد، لان عندنا عدد كبير جدا من الشباب اللي هو له الاحتياج في التشغيل وبيبحث عن فرصة عمل. لو سمحت نبه عليهم بس يوصلوا للجهاز بتاع المشروعات المتناهية الصغر، هيساعدهم ويدعمهم، وان شاء الله هتلاقي في عدد كبير جدا منهم ناجح. وطبعا لا 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 ننكر ان في تعثر من بعض من الناس، طبعا دي ظروف سوق، ده عادي بقى، ده طبيعي بقى، والتقدير والتاخير شويه وكده، ده طبيعي. بشكرك يا دكتور مصطفى، نورتنا. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي الكبير. عندنا